بدي ارسم لي المنحنيات. اي المنحنيات؟ ايوه. وين اسوان؟ هي كانت ال شوف الان انت عملت المنحنيين الطلب تمام، وين العرض؟ معك منحنى واحد هنا. هذا ايش ذا؟ انا لما واحد ما يحلش البيانات ما ادري ايش هي معنا زيادة في العرض أقل زيادة في الطلب، إذا العرض زاد لهنا. والطلب قل. لا أقل زاد، إذا الطلب يرتفع لهنا مثلا. الى اسفل جهه اليمين. الزياده في الطلب ينتقل من حال الطلب الى اعلى جهه اليمين. هذه معناتها زياده الان في الطلب وفي العرض. نفس الفكره اللي هنا. زياده. لاحظي الكلام. زياده في العرض. لكن معناها اقل من الزياده. معناتها زياده في الطلب. الزياده في الطلب اكبر من الزياده في العرض. هنا اشكال معانا. الزيادة في العرض أكبر من الزيادة في الطلب. فإحنا ما زلنا في الحالة الأولى هذه. يا دكتور هل نظرك نقول إنه كمل يا دكتور السعر هنا يجب أن يزيد. يزيد السعر.
ستا والسع البي واحد هنا معناته الكمية معلي الكمية زادة هنا شوفنا والسع يعني زيها ناقصة المسافة قلة والسع زادة الكمية بتزيد والسع بيت وهو كلام منطقي ليش؟ لأنه عندي زيادة في العرض وزيادة في الطلب فمنطقي أن الكمية تزداد خلاص ما فيش مشكلة بالكمية يبقي المشكلة في السعر طبعاً تلتحق في الحالتين هذه الحالتين إيش حصل؟ هناك السعر قام بالنسبة للكمية زادة لأنه زيادة في العرض زيادة في الطلب بينتج عنه زيادة في الكمية الاختلاف بيكون بالنسبة للسعر طالما الزيادة في العرض أكثر من الزيادة في الطلب معناته السعر بين طالما الزيادة في الطلب أكبر من الزيادة في العرض معناته السعر بين نقطة الآن نقدر نقول إنه زائد بالأخير لا زيادة هنا زاد الطلب مع ارتفاع طفيف للأسعار ارتفاع بالأسعار قد يكون طفيف قد يكون كبير هذا يعتمد على نسبة على نسبة الزيادة اللي حصلت سواء نشوف نسبة أنا هنا بالرسم البياني ممكن أرسم هذا بشكل ثاني وخلي المساحة أكبر ما يمكن مع الافتراض اللي عندي هذا إنه الزيادة في الطلب أكبر من الزيادة في العرض الحالة الثالثة ما برسم إيش بترسمني أنتم اللي هي أصبحت مساوية الزيادة في العرض مساوية للزيادة في الطلب نقص التوازن نحاول زاد ليش ممكن في توازن ايش تتوقعوا بيحصل؟ في كمية توازن جديدة في بس ايش بيتغير بالسوق؟ بالنسبة للسعر وبالنسبة للكمية السعر يكون ضعف الكمية تتغير ايش بيحصل لك؟ تزيد زيادة في العرض زيادة في الطلب الكمية تزيد لكن الآن زيادة في العرض تساوي زيادة في الطلب معناته السعر إيش بيعمل؟ بيظل ثابت اللي هو التوازن بيظل ثابت نفسه بس بيكون في فائض عرض وفائض طلب كأنه كذا لا لأنه محاولة أصلية فقط خلاص بس محاولة أصلية فقط هنا ليش حصل تغير في السعر؟ بسبب الفارق في الزيادة بين الطلب وبين العرض لما كان عندي الزيادة في العرض أكبر من الطلب السعر انخفض ولما كان عندي الزيادة في العرض أقل من الزيادة في الطلب السعر زاد. الآن الزيادة اللي حصلت في العرض مساوية تماماً للزيادة يعني بنسبة معينة. الآن العرض زاد بنسبة 10% والطلب زاد بنسبة 10%. الكمية بتزداد على طول. لكن السعر ثابت ما بيتغيرش. يعني انا قصدي بيظهر سعر جديد بس سعر جديد بيظهر ثابت كده ارسموا لنا وانتم شوفوا كيف بيطلع معك كده انتم وانتم بيفهمكم No.
يستوي السعر ثابت، السعر ما تغيرش. تمام بهذا الشكل، السعر يظل ثابت بينما الكميه بتزيد. الحالة اللي بعدها اللي هي انخفاض العرض والطلب معا بنفس هذا الآلية اللي اشتغلناها، هل بتعرفوا تشتغلوها؟ هي انخفاض العرض اللي هي هذه الحالة. هذه الحالة هي كان فيها ثلاث حالات نفس هذه، ايوه انخفاض في العرض اكبر انخفاض في الطلب، وبعدين انخفاض في العرض اقل اقل من انخفاض، وبعدين الانخفاض في العرض مساوي للانخفاض في الطلب. تقدر تشتغلوها؟ يعني الفكرة موجودة عندكم. كيف تشتغلها؟ المنحنى بينتقل لها فين؟ بالنسبة للأعلى. بالنسبة للعرض الأعلى. إلى الأعلى، جهة اليسار. وبالنسبة للطلب إلى أسفل. تقل الكمية المطلوبة ويزيد السعر. في الحالة الأولى ممكن. يعني في كل الحالة الكمية إيش بيحصل؟ طالما عندنا انخفاض. انخفاض في العرض وانخفاض في الطلب، إن الكمية بتنخفض. يبقى عندي إشكالية في السعر. في حالة من الحالات بيقل، في حالة من الحالات بيزيد، وفي حالة من الحالات بيظل ثابت. نعم صديق مصدق الساعة 27 عشان نطلب بالنور لا عادوا معانا معانا أيوة 10 دقائق الساعة 40 بنبدأ من جديد. ايش بس كده ليش ما تنتظر على السؤال هذا.